أطلقت المهندسة الشابة دعاء الإبراهيم مشروع النقل الداخلي ضمن مدينة دير الزور والصني بواسطة التوك توك الذي يعمل على الطاقة الكهربائية، وهو المشروع الأول من نوعه في سوريا، وتم تمويله من قبل منظمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وهو مؤلف من توك توك عدد 2 في المرحلة الأولى على أمل توسيع المشروع مستقبلا. أنا صاحبة فكرة مشروع وصلني، طبعا أنا أجتني الفكرة من طلاب الجامعة أكثر شيء، لأنه أنا كنت طالب الجامعة وكانت المعاناة نفسها أنه كباصات يعني يأخذون طلاب كثير وخاصة للبنات يعني أكثر شيء. فنحن هون أجتنا الفكرة، رحت وقدمت الفكرة لمنظمة UN قسم تمكين الشباب، فهم وافقوا لي على الفكرة ورحبوا بها كثير. إذا شفنا الإقبال ممكن نجيب أكثر من هيك، بس تعال نشوف شنون الإقبال على الموضوع. حاليا عندنا بس 2 وقام نشتغل عليها تجريبي لبين ما نرخصها ونخلص كل أمورها. بواسطة زينة كويسة وتمام وممتازة ومؤدية للشعب هون، يعني 9-4 ركاب 5 من مرتاح. وسيلة نقل زينة وجيدة، هاي تيك تيك زينة ومرتبة ومحترمة مثل ما تقولوا أنيقة. تخف أزمة وجي عبء كمحروقات على الدولة وأهم شيء على المواطن، يعني عجنو من ناحية الكآليات يعني 9 بدل من السيارة عرضها متر وشوي عجنو، أما هاي ما شاء الله 9 بدل صف سيارتين من هاي تجيب سيارة من هذيك. ويهدف المشروع إلى تخفيف معاناة المواطنين في ظل الازدحام على وسائط النقل وغلاء الأجور، الأمر الذي لاقى ترحيبا من قبل المواطنين الذين وجدوا في هذه التجربة وسيلة آمنة ورخيصة لتنقلاتهم.